يا مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان ومتابعي برنامج في النور. برحب بحضراتكم وحابة أقول لكم في البداية كل سنة وانتم جميعا طيبين، بمناسبة طبعا عيد العذراء، تحديدا عيد صعاد جسد القديسة العذراء مريم. يا رب يكون الجميع اتبارك بفترة الصوم المقدس، ونكون أهم حاجة استفدنا من هذه الفترة. والحقيقة السنة دي كان الموضوع مميز، لأن شفنا أحداث مهمة وأحداث مختلفة في صوم العذراء مريم، ويمكن الأحداث دي بتخلينا نفكر بشكل مختلف أو نقرب كمان بشكل مختلف. دايما في عيد العذراء كل الناس بتحب ان هي تحتفل وتقوم بزيارات لكنايس مختلفه للعذراء، بنتكلم على العذراء العزبويه، دير العذراء في درونكا، العذراء الزيتون، في كل حته في مصر، والحقيقه كمان كل حته في العالم الناس بتكون حريصه ان هي تروح وتزور دير او كنيسه باسم العذراء. حابين ان احنا في البدايه كده نرسم معاكم بعض المشاهد لاماكن مختلفه، ازاي الناس فعلا بتكون في الفتره دي عايزة تكون موجودة وخلاص جنب العذراء. هنا مثلا احنا بنتكلم على درونكا، شعب كامل موجود في قلب هذا الدير الجميل والمميز واللي دايما بيكون ليه طابع خاص الحقيقة. والحقيقة مش في درونكا بس، احنا بنتكلم في أماكن مختلفة كتيرة جدا على مستوى العالم. دي لقطات من المنيا مثلا، شايفين الكشافة بتحتفل كل سعيد بالفترة دي، والناس بقى متجمعة ماسكين صور العذراء. دي كنيسة في المقطم، مسيرة للعذراء بصورها بمختلف أشكال الصور، الكل سعيد زي ما احنا شايفين في فرنسا ونيافة الأنبا مارك أثناء الصلاة طبعا في فترة أيضا صوم وعيد العذراء. ومن فرنسا نروح على القدس، احتفالات مختلفة، مظاهر كلها سعادة وفرح بهذا العيد الجميل. وإحنا عارفين العذراء هي أمنا كلنا، فالكل بيبقى حاسس في الفترة دي إن الصوم ده بتاعه، إن إحنا بنصوم لأمنا وشفاعتنا وفخر جنسنا اللي بتصلي عننا واللي بتشفع فينا واللي بتقولنا إن إحنا فينا أمل، وإن جنس البشر يعني ربنا بيحبه وقرر إن هو يجي ويتجسد علشان إن هو يديله طبيعة جديدة من خلال التجسد طبعا في يعني عملية الفداء، واللي تمت من خلال القديسة العذراء مريم المجمرة، الذهب، الحمامة الحسنة، وألقابها الكتير والجميلة اللي بنبقى دايما سعداء يعني إن إحنا نتذكر في هذه الفترة تحديدا. حبينا نرسل معاكم كده مشاهد الاحتفال، وأكيد الكل كمان بيبقى عنده طقوس خاصة إن هو بقى يولع شمعة، إن هو يحط أيقونة العذراء في الفترة دي، إن هو يروح زيارة لدير هو بيستنى الفترة دي في السنة دي تحديدا علشان يروح ويقضي معاها وقت مختلف. فكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير، ويا رب نكون كلنا استفدنا بهذا الصوم المقدس. خلينا نقول في البداية كده ان احنا عندنا النهاردة يعني فقرات متنوعة بالإضافة لفقرة الأخبار، عندنا فقرتين حواريين، ولكن في فقرتنا الرئيسية هنتكلم على ملف بيهم ناس كتير، الناس اللي عندهم مثلا بيت دورين وعايزين يعلوا البيت ده ويبنوا شقة يجوز فيها ابنه أو يديها لبنته، أو الناس اللي هي بتفكر في فكرة البونة بصفة عامة. بعد 2020 كان صدر قرار بإيقاف البونة في مصر، ومن هنا بدأت الناس تسأل هنرجع نبني مرة تاني إمتى، تحديدا في القاهرة الكبرى وفي اسكندرية وفي عواصم المحافظات، الأماكن اللي كان فيها عشوائية بنسبة كبيرة قوي. فالكل متابع الملف، وبالتالي بيتابع أيضا ملف التصالح في مخالفات البونة، وبيسأل هنرجع نبني مرة تاني إمتى. ده هيكون موضوع فقرتنا الرئيسية، وهنسأل على كل التفاصيل وكل الجديد، خاصة في ظل تداول كلام عن إن مع بداية الشهر اللي جاي هيكون في قرارات جديدة في هذا الملف. هنعرف صحة هذا الكلام والأكيد فيه، لكن حابين نسألكم على الموضوع ده بصفة عامة، ومن وجهة نظرك شفت إزاي قرار إيقاف البنى في مصر على مدار السنوات اللي فاتت؟ شفتوا إن هو عمل عملية تنظيم للمشهد في مصر ونوقفنا شوية من العشوائية، ولا شفتوا إن هو ممكن يكون عطل من مصالح الناس وإن حد يستفاد بالأرض بتاعته أو يستفاد بالعمارة بتاعته إن هو يكملها؟ يعني تقييمك إيه بصفة عامة لهذا القرار؟ اكتبوا لنا تعليقاتكم وإجاباتكم وجهة نظركم على الصفحة الخاصة بسي تي في على فيسبوك، سي تي في ايجيبت، هتلاقوا صورة خاصة بالبرنامج، اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم وجهة نظركم في قرار إيقاف البونة في مصر
خلال الفترة اللي فاتت. بنفكركم تقدروا تدخلوا على الصفحة من خلال الكيو ار كود اللي ظاهر على الشاشة، تعملوا سكان على الموبايل تدخل على الصفحة مباشرة. قبل ما نبدأ معاكم أخبارنا، خلينا نتبارك كده في الأول بكلام شوية عن القديسة العذراء مريم. بنرحب معانا على التليفون بالقس أرمية حلمي، راعي كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف. مساء الخير يا قدس أبونا، وكل سنة وقدسك طيب. وانت طيبة وكل مشاهدين سي تي في طيبين، كل سنة وانتم طيبين. حابين نعرف كده قصة هذا الصوم وعيد إظهار جسد القديسة العذراء مريم، ونستعيد منين جت فكرة الصوم وفكرة عيد العذراء في هذا التوقيت تحديدا يا قدس أبونا. اوكي، في البداية أنا بحب بس أقدم التهنئة لقداسة البابا الأنبا تاودروس الثاني وللآباء المطرنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية اللي علمتنا ازاي نحب العذراء ونتشفع بيها. الحقيقه ان قصه اظهار صعود جسد العذراء مريم، القصه ان الاباء الرسل كانوا مجتمعين وقت نياحه العذراء مريم وكانوا موجودين حواليها. وبعدين ما كانش معاهم توما لان كان بيبشر في الهند في الوقت دوت. وبعدين توما لما رجع سأل عن العذراء مريم، فقالوا له ان العذراء مريم انتقلت وان العذراء اتدفنت. فقال لهم لا، انتم عارفين ان انا شكاك وما بصدقش الا لما اشوف بعيني. ايوه. فراحوا المكان اللي العذراء مدفونه فيه، ما لقيوش جسد العذراء مريم، فابتدى يحكي لهم انه هو راجع للهند شاف الملائكه وهي طالعه بروح العذراء مريم، والزنار بتاعها وقع وقالوا له تعالى اتبارك من العذراء، فاخذ بركتها وهي طالعه وابتدى يحكي لهم القصه. الاباء الرسل حبوا ان هم كمان يشوفوا نفس الرؤيه اللي شافها مسيح الرسول ويطمنوا ان الجسد بتاع العذراء مريم فعلا صعد الى السماء، فصاموا 15 يوم. وفي نهايه ال 15 يوم شافوا رؤيه اظهرت لهم ان جسد العذراء مريم فعلا صعد الى السماء. طيب ليه بنعيد يا قدس أبونا يوم 22 أغسطس تحديدا؟ ده التاريخ اللي حصل فيه انهم شافوا الرؤية بتاع الظهور ان الجسد صعد. ده التاريخ اللي شافوه. هم فضلوا صايمين لحد لما ربنا يوريهم حقيقة صعود جسد العذراء. ايوه. وفي نهاية ال 15 يوم ربنا وراهم فخلاص فكوا الصيام بتاعهم. يعني الصوم ده صاموه ابائنا الرسل واحنا تسلمنا هذا التقليد منهم لحد يومنا هذا، وبالتالي بنصوم نفس عدد الايام وبنحتفل بالقديسه العذراء مريم او بعيد اصعاد جسدها. عايزين بقى بمناسبه يعني احتفالنا بالعذراء النهارده لو ناخد تامل من قدسك نستفاد. مش اصعاد جسدها، مش اصعاد جسدها، ظهور اصعاد جسدها. أيوة. اعلان اصعاد جسدها. لكن جسدها صعد بعد 3 أيام من النياح، من وضعه في القبر. لأن لو فضلوا يسمعوا الآباء الرسل أصوات التسبيح بتاعة الملائكة لمدة 3 أيام ثم انقطعت أصوات التسبيح، غالبا كان طلع جسد العذراء مريم. والحقيقة ما كانش ممكن إن الجسد اللي حمل رب المجد يسوع المسيح إنه يكون موجود على الأرض أو إنه يرى فساد أو إنه هو يكون كسائر بشر. كنت بسأل قدسك على تأمل أو دروس نستفادها في عيد العذراء، ويعني نكون ما خرجناش كده من الصوم مجرد صومنا أكل وخلاص، عايزين نطلع بدروس مستفادة قدس أبونا. أهم حاجة نستفيد بيها في عيد العذراء مريم وصوم العذراء مريم إن إحنا نكون علاقة وثقة مع القديسين على دول لهم دال خاصة، وبالأخص العذراء مريم فيها دال خاصة بأنها والدة الإله اللي منها تأسد ربنا يسوع المسيح وتم خلاص البشرية، فلها دم خاص عنده. وطبعا الكلام ده واضح جدا جدا في الكتاب المقدس ابتداء من معجزة عرس قانا الجليل. أيوه. لحد الصليب لما عهد بأخو العذراء مريم لتلميذه يوحنا. العذراء مريم تفاعلها قوية جدا طبعا، ومعجزاتها كثيرة جدا وظهوراتها كثيرة جدا، و احنا بنتعلم دايما من العذراء مريم ان كل الفضائل موجوده. اهم فضيله في العذراء مريم يا ريت نتعلمها هي الاصطداع، رغم ان هي والده الاله لكن كانت
مضطهدة وكانت تعبانة وكانت مش لاقية تكريم في حياتها وجودها على الأرض. بالعكس يقال إن بعد صلب ربنا يسوع المسيح كانوا مدنقين عليها جدا اليهود، لدرجة إن هي كانت متضايقة جدا، ولحد وقت انتقالها ما تفتش تكريم، لكن إحنا بنكرمها وبنحطها على رأسنا من فوق، لأن هي قالت منذ الآن جميع الأديان تطوبني، عم تكنفتها بقبطية تكرم العذراء، بل وتكريم العذراء مش في الصوم بتاعها بس، ده فينا في صوم العذراء من أول الشهر حقيقي. كل شخص بيبقى عنده طقوس خاصه في هذا يعني الوقت تحديدا وفي صوم العذراء. انا بشكرك يا اتسابون على كلمه المنفعه وعلى الدروس وعلى توضيح لينا كمان اسباب هذا الصوم، وتحديدا زي ما وضح اتسابون اسمه عيد اصعاد او ظهور اصعاد جسد القديسه العذراء مريم. بشكرك شكرا جزيلا القس أرمية حلمي راعي كنيسه الانبا بولا بارض الجولف. بفكر حضراتكم مرة تاني بسؤال الحلقة واللي ليه علاقة بموضوع فقرتنا الرئيسية، تقييمك ايه لقرار ايقاف البونة في مصر؟ هل انت مع ام ضد؟ وشفت الموضوع كان ليه تأثير ايجابي ولا تأثيره كان سلبي على الناس خلال الفترة الماضية؟ تعليقاتكم تهمنا اكتبوها على الصورة الخاصة بالبرنامج على صفحة القناة على فيسبوك سي تي في ايجيبت. خلينا نروح لقداسة البابا واللي غادر خلاص المجر بعد زيارة استمرت لمدة 4 أيام. قداسة البابا خلاص غادر رسميا دولة المجر، وللحقيقة كانت يعني زيارة مليانة بأحداث كتير، يمكن أبرزهم أن البابا كان بيشارك في الاحتفالات الخاصة بالعيد القومي لدولة المجر، تسلم الدكتوراه الفخرية من واحدة من أكبر الجامعات هناك، التقى برئيسة الدولة، التقى أيضا النهاردة برئيس الوزراء فيكتور أوربن. فاحنا شايفين زيارة الحقيقة كانت مليئة بأحداث كتيرة جدا، وانتهت وغادر رسميا قداسة البابا أرض المجر. لكن النهاردة على مدار اليوم بما أننا بنحتفل بعيد القديسة العذراء مريم، صلى قداسة البابا القداس في كنيسة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل في العاصمة المجرية بودابست، وطبعا كان في يعني لقاء مع شعب الكنيسة وعمت كمان البابا عدد من أطفال الكنيسة المولودين هناك في المجر، بالإضافة للوعظة اللي كانت لها علاقة بالعذراء مريم. سريعا كده لو هناخد أهم ما جاء في الوعظة، فالبابا اتكلم على 3 مواقف اتكلمت فيهم العذراء، وإن من كل موقف احنا بنتعلم درس. أول موقف لما قالت هوذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك، كلنا عارفين الآية دي اتقالت إمتى، ووضح إن احنا بنستفاد من الجملة دي أو من الكلام ده اللي قالته العذراء إن احنا نتعلم صفة الطاعة. في الموقف ده العذراء ما عملتش أي حاجة غير إن هي قالت أنا أمة الرب، إن هي كانت مطيعة. جملة كمان أو آية كمان هي بتقول مهما قال لكم ففعلوا، ودي تحديدا كانت في عرس قانا الجليل. فالبابا بيقول إن احنا بنعيش بالوصية وإن احنا بنتعلم الوصية طبعا من الكتاب المقدس. وهنا ذكر موقف اتحكاله من رئيسة المجر اللي التقاها أمس السيدة كاتلين نوفاك، وقالت له إن هي انتهت من قراية سفر أيوب ومقبلة على قراية سفر جديد، وقال إن احنا يعني هذه سيدة مسؤولة رئيسة دولة وهي أم وهي زوجة، وعلى الرغم من كل مسؤولياتها هي مازالت متمسكة بقراية الكتاب المقدس وإن هي تتعلم الوصية من الكتاب المقدس، على الرغم إن هي لو هتلاقي عذر فهي هتلاقي أعذار كتيرة جدا. القول الثالث للعذراء مريم اللي قاله قداسة البابا، وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها، قال إن احنا بنتعلم إن يكون عندنا روح الحكمة، نعرف إمتى نتكلم وإمتى نحفظ الكلام في قلوبنا. دي كانت الحقيقة وعظة جميلة جدا قالها قداسة البابا النهاردة في قداس بمناسبة عيد العذراء مريم. من الأحداث كمان المهمة في زيارة المجر التقاؤه بالسيد فيكتور أوربن رئيس الوزراء المجري اللي استقبل قداسة البابا في مقر مجلس الوزراء في بودابست، وكان سعيد جدا الحقيقة بتلبية البابا لدعوة الزيارة والمشاركة زي ما قلنا في احتفالات العيد القومي لدولة المجر. قداسة البابا قدم شكره الحقيقة للسيد فيكتور أوربن وعلى حفاوة الاستقبال في هذه الزيارة، وقد إيه كمان شكرهم على تقديرهم للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لأن احنا بنتكلم في قداسة البابا هو رمز للكنيسة القبطية، بالإضافة أن احنا دايما بنقول أنه سفير أيضا للدولة المصرية.
وجه الشكر لحكومة المجر لدعمها المستمر للطلبة المصريين أن هي بتمنح ليهم المنح الدراسية تحديدا للشباب عندنا في مصر. فيكتور أوربن رئيس الوزراء المجري أكد اهتمام دولته بالشرق الأوسط وتحديدا بمصر اللي بتعتبر واحدة من أهم الدول في المنطقة. ومن جانبه أيضا قداسة البابا أكد على أن الرئيس السيسي في عهده في مفهوم مختلف للمواطنة وتقبل لكل المصريين، وده واضح الحقيقة في يعني فكرة الأوضاع اللي اختلفت بشكل كبير في عهد الرئيس السيسي. دي كانت يعني مجمل الرسائل والأحداث اللي دارت أثناء زيارة أو استقبال رئيس الوزراء المجري لقداسة البابا تودروس الثاني. والتاني بنأكد أن البابا انتهى خلاص من زيارته وغادر رسميا المجر. من نشاط قداسة البابا وزيارته إلى دولة المجر، خلينا نروح لاجتماع للرئيس السيسي بيهم المزارعين وبيهم فكرة كيف تتعامل الدولة المصرية مع أوضاعنا في موضوع أو في ملف الزراعة، وإن احنا نوسع من الرقعة الزراعية المصرية. الرئيس السيسي في اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومع وزير الزراعة سيد القصير كان بيتكلم على ملفات مهمة، يمكن في مقدمتها هو تقديم الدعم للمزارعين، الدعم الكامل كمان للمزارعين، لأن هم اللي هيكونوا قادرين على تحسين الأوضاع، وإن احنا مثلا يكون عندنا توسعة في الرقعة الزراعية، إن احنا يكون عندنا زيادة في إنتاجية الفدان. وبالمناسبة مصر الحقيقة سجلت تقدم كبير جدا في الموضوع ده، زادت إنتاجية الفدان في مصر وبقت من أول 5 دول في حجم إنتاج الفدان على مستوى العالم في بعض المحاصيل زي مثلا الرز والذرة والقمح. فاحنا بالفعل قدمنا يعني خطوات كتيرة في هذا الموضوع. الرئيس بيتكلم أيضا على زيادة الرقعة الزراعية، وإن احنا بصدد إن يكون عندنا زيادة في الرقعة بحوالي 3 مليون فدان. 3 مليون فدان هيساعدونا إن احنا نزود بشكل كبير إنتاجنا. فلو احنا يعني بننتج على سبيل المثال 3000، عندنا 3000 فدان بيتزرعوا، فاحنا الزيادة دي هتشكل لينا تلت هذه المساحة، يعني هنقول في 1000 فدان كمان. ده وفقا لتصريحات الرئيس. اتكلمنا كمان على الصادرات الزراعية، وإن في عائد كبير جدا من هذه الصادرات تجاوز 7.5 مليار دولار. ده تقدم كبير جدا في هذا الملف، والحقيقة الصادرات الزراعية بتشكل نسبة كبيرة من صادراتنا المصرية بصفة عامة. نتكلم أكتر على هذا الملف تحديدا ونقرب من المشهد، وبينضم لينا على التليفون الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين. برحب بيك معنا يا فندم. مرحب بيك ومرحب بكل الساده المشاهدين في كل مكان. احنا شايفين في مقدمه الملفات اللي اتكلم عليها الرئيس النهارده وفكره تقديم الدعم الكامل للمزارع المصري، عايزين نتكلم على شكل الدعم ده ممكن يكون ايه، وحاليا المزارع المصري محتاج ايه علشان نزود من الرقعه الزراعيه علشان نزود من انتاجنا وصادراتنا. الحقيقه طبعا انا عايز اقول للناس اللي بتسمعنا كلها، لازم فلاحين مصر كلهم على قلب رجل واحد يشكر فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته المستمره لتحسين معيشه الفلاح والوقوف بجنبه وتنميه القطاع الزراعي. عايز اقول لحضرتك ال 10 سنين الاخيره دي شهدت تطور في القطاع الزراعي يدرس في العالم كله بسرعه البرق. اي تطور زراعي في العالم بياخد وقت كبير جدا، خاصه قطاع الاراضي تكلف الملايين والعائد الاقتصادي بتاعه قليل، فالمستثمرين ما بيخشوش في المجالات دي الا قليل. الدوله المصريه بتوجيهات فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خدت على عاتقها هذا التوجه طبقا للدستور المصري في الماده 29 اللي بتلزم الدوله في الحفاظ على الرقعه الزراعيه وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها واعطاء الفلاحين يعني اخذ من المحصول الفلاحين بهامش ربح محترم، وده اللي بيحصل دلوقتي على ارض الواقع. اقول لحضرتك في اطار التوسع الافقي، الدوله المصريه دلوقتي بتسعى بكل جهد للاستصلاح وزراعه نحو 4 مليون فدان على المدى الطويل، لان احنا بنتكلم على الريف المصري 1.5 مليون فدان، بنتكلم على الدلتا الجديده ومستقبل مصر حوالي 2.5 مليون فدان، بنتكلم على احياء مشروع تشكي
حوالي 500 ألف فدان، شرق العوينات، غرب المنيا، في سيناء، في كل مكان في مصر بنلاقي فيه استصلاح أراضي، في توسع أفقي لم تشهده مصر منذ عقود طويلة جدا. طيب هل الثلاثة مليون فدان اللي اتكلم عليهم الرئيس النهاردة في الاجتماع بيشملوا هذه المشروعات حضرتك اتكلمت عليها، ولا دي بتشمل أماكن جديدة؟ الحقيقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشير إلى مكان آخر لاستصلاح حوالي 3 مليون فدان لسه يتعمل له طريق، وكده ده في المستقبل القريب ممكن يشرب على المياه الجوفية بعيدا عن نهر النيل، وده يعني أنا بتهيألي هو في الصحراء الغربية لأنه يعتبر يمكن أخطر أرض موجودة هناك في مياه جوفية كتيرة، وده هتبقى يعني إضافة كبيرة جدا. المشاريع اللي بتكلم فيها دي الدولة بدأت فيها من سنين، بدأ الاستصلاح فيها، طلعنا فيها مساحات كبيرة، بدأت الدولة كمان في التوسع الرأسي بزيادة الإنتاج. أنا بتكلم على الصور الزراعية هي يعني أفخم وأفضل مشروع اتعمل في التوسع الرأسي في مصر. الصور الزراعية اللي هي بنتكلم على 100,000 فدان صور زراعية بالإضافة إلى صور أخرى بتتعمل من القطاع الخاص ومن الفلاحين نفسهم. طيب حاج حسين، دلوقتي الناس لما تسمع إن إحنا عندنا زيادة في الرقعة الزراعية وزيادة في إنتاجية الفدان ويعني توسع زي ما حضرتك قلت أفقي ورأسي في نفس الوقت، ده إزاي انعكس على وضع المواطن المصري وعلى توافر مختلف المحاصيل الزراعية عندنا في السوق المصري؟ أنا بشكرك على هذا السؤال عشان الناس اللي بتقول لك الحاجة غليت والحاجة رخصت، احنا بنتكلم على مصر دلوقتي أرخص منتجات زراعية في العالم هتلاقيها في مصر. بنتكلم على لو ما اتعملتش الموضوع ده كنا هنلاقي النهارده كيلو الطماطم ب 100 جنيه. كنت هتلاقي يعني كيلو الخيار كان ممكن يوصل 150 جنيه في ظل ازدياد الأسعار عالميا، في ظل الحروب اللي قامت، في ظل كورونا. الحدود دي يعني عملت وقاية كبيرة جدا وعافتنا من تضاعفات خطيرة جدا الناس مش شايفاها لان هي ما حصلتش اصلا عشان الناس تشوفها. الناس دلوقتي بتتكلم على ارتفاع اسعار، لو شفنا النهارده كيلو الطماطم اللي هنا ب 10 جنيه ممكن نلاقيه في اوروبا ب 20 يورو. يعني بنلاقي يعني الناس بتيجي من بره بتستغرب على الاسعار بتاعتنا. احنا اي نعم شعب على قده، الناس اللي بتسمعنا تقول لك طب احنا دخلنا قليل، لكن الدوله المصريه بتدعم كل مواطن مصري في كل صباح بالعيش وبتدعمه في التمرين. على الاقل الناس اللي مش قادره كلها بتدعم في ظل وضع اقتصادي متردي في العالم كله. فانا عايز بس تفهم ان احنا في افضل حال ممكن، وانا يعني باكد على كلمه ممكن. طيب ختاما يا حاج حسين، بما اننا بنتكلم على الاسعار بما اننا بنتكلم على الاسعار، كان في كلام في الفتره الاخيره ان احنا عندنا السلع الغذائيه بتسجل ارتفاع في اسعارها، وده قاله الحقيقه البنك المركزي المصري، فعايزين نطمن على الموسم الحالي ايه اللي تاثر وايه اللي شهد ارتفاع ملحوظ في اسعاره من يعني 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 المحاصيل الخاصه بينا. تمام، هو ارتفاع الاسعار اللي احنا فيه دلوقتي سببه اجابات عالميه وهو مرتفع عن السنه اللي فاتت. لما المركز البحث بيتكلم على ارتفاع الاسعار بالنسبه للسنه اللي فاتت، لكن انا بالنسبه لي انا بتكلم انا دلوقتي احنا برضه عندنا الاسعار عندنا نوعا ما بالنسبه لاقتصادنا احنا الحكومه دي بتاخد الحاجه توديها فين؟ يعني احنا بياخد القمح بيديه لنا بصوره عيش، بياخد المرتب ب 1500 جنيه بيوزعه على الفجراء الرغيف بخمس قروش. جميل، انا بسال على سلع تحديدا يعني تاثرت الموسم الحالي يا حاج حسين، وده يعني كلام اتقال في بيانات رسميه. انا بقول لحضرتك انا في ارتفاع السنه اللي فاتت، انا قلت نفسي انا بقول لك انا بكلمك اهو اسعار اللحوم في الجبل اضعاف اللي كانت موجوده. بس احنا بنتكلم على زياده ليه؟ ما المستلزمات زادت، احنا بنستورد 80% من مستلزمات الزراعه من بره. بنتكلم على التاو بنستوردها، بنتكلم على قمح بنستورد منها 50%، بنتكلم على ذره صفرا بنستورد منها 50%، بنتكلم على كل صويا بنستورد منه 80%، بنتكلم على الزيت بنستورد منه 98%، الحاجات دي بتجيبها بالدولار. واللي هيخلينا نتجنب ان احنا نستورد هذه السلع ان احنا نزود من رقعه زراعيه ونزود من انتاجنا. انا بشكرك شكرا جزيلا الحاج حسين ابو صدام نقيب الفلاحين. ومن ملف الزراعة خلينا نروح لملف الصحة والجديد في متحور أوميكرون EG5.2 المتحور اللي خرج علينا خلال الفترة اللي فاتت، وإعلان وزارة الصحة في مصر إن احنا بنسجل حالتين إصابة بهذا المتحور. أعلنت رسميا الوزارة إن هي بتتابع مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا،
من خلال مختلف المستشفيات على نطاق الجمهورية بالكامل، وبتعمل تحاليل وفحوصات ومسحة طبية لهؤلاء الأشخاص اللي عندهم أعراض شبيهة بالإنفلونزا عشان تتبين هل هناك من هو مصاب بالمتحور الجديد ولا لا. وبالفعل ظهرت النتيجة بإصابة حالتين بالمتحور EG5.2. الوزارة بتأكد أن الأعراض هي أعراض بسيطة، أعراض هذا المتحور، وبتأكد مرة تانية على التوصيات الطبية أن احنا ناخد الجرعات التعزيزية، أن احنا نلتزم مرة تانية بغسل الإيدين وكل الإجراءات الاحترازية اللي احنا كنا متعودين عليها. وبالمناسبة الموضوع ده مش مصر فقط اللي بتتعرض ليه، هناك كلام عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هيدعو الشعب الأمريكي أنه ياخد جرعة تعزيزية جديدة ضد كورونا في الوقت الحالي. فبالتالي احنا بنتكلم في تطور في المشهد الصحي على مستوى العالم مصاحب بظهور هذا المتحور الجديد. مرحب معنا على التليفون بالدكتور مصطفى شوقي، استشاري أمراض الصدر والحساسية والرعاية بجامعة عين شمس. أهلا بيك معنا يا دكتور. أهلا، زي حضرتك. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. وبنتكلم على ظهور حالتين مصابين بالمتحور الجديد يا دكتور، كلمنا أكتر على فكرة كيف نرصد انتشار أي متحور جديد عندنا في مصر، وكمان ملامح ظهوره عندنا في مصر، يعني إيه الأعراض اللي ظهرت عندنا؟ اليومين دول طبعا اعلنت النهارده وزاره الصحه ان الحالتين اللي تم رصد حالتين بالدراسه الجينيه للفيروس دوت، اتوجد ان هو من المتحور الجديد اللي هو الاي جي 5 او اللي هم بيطلقوا عليه الايريس. المتحور دوت نوع ده متحور من نفس نوعيه الفيروس الاوميكرون اللي كان كلنا عارفينه كان منتشر في الفتره اللي فاتت، والحمد لله ان كانت حدته اقل من الموجه الاولانيه اللي حصلت فيها الفيروس وادت الى فشل امراض كتير من ضمنها فشل في التهاب التنفسي. انا عايز بس اطمن الناس ان المتحور دوت الحمد لله حتى الان ما فيش اي خطوره من ناحيته، لانه معظم الحالات اللي تم رصدها بتصيب الجهاز التنفسي العلوي. بتيجي على هيئه اعراضه من ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب في الحلق مع فيلان مع رشح وعطس وتكسير وهمدان شديد بالجد. الحمد لله ان هو ما بينزلش حتى الان، يعني حدته ان هو يوصل للجهاز التنفسي السفلي وإصابة الرئتين بالتهابات رئوية حتى الان نسبته محدودة جدا. عشان كده حتى منظمة الصحة العالمية هي أبدت قلقها بس من انتشار الفيروس، ولكن ما قالتش ان هو بالخطوره ان احنا يعني نعلم حاله الطوارئ في العالم من ناحيه الفيروس دوت. طيب دكتور، لو هنسال مين الفئات اللي خلينا نقول بيشكل عليهم خطر ظهور هذا المتحور، يعني هل الاطفال، هل كبار السن المصابين بالامراض المزمنه، مين الفئات اللي لازم يعني نتعامل معهم بشكل مختلف؟ هو الفيروس دوت هنتعامل معاه كاي فيروس، احنا ممكن فيروس الانفلونزا او فيروس البرد العادي مع فيروس الكوفيد عموما اكثر ناس بتصابوا بيه اللي احنا بنقلق منها اصابتهم هم كبار السن، الناس اللي عندهم امراض مناعيه وبياخدوا ادويه بتهبط الجهاز المناعي زي مرضى الاورام، المرضى الخلل الجهاز المناعي اللي عندهم امراض روماتيزميه بيحتاجوا ان هم يتعالجوا بماده بدواء الكورتيزون. دول اكتر ناس ممكن نشوف منهم. في برضو مجموعه مرضى اللي هو امراض الدم، دول اكتر ناس بيبقى عندهم الجهاز المناعي ضعيف جدا لدرجه ان الفيروس نفسه ممكن يتمكن من الرئتين وممكن يؤدي الى التهابات رئويه وفشل في الجهاز التنفسي والدخول للرعايه المركزه. في نقطه بس عايز اقولها برضو، احنا مش هنقول بس مش عايزين نطمن الناس قوي في الحته ديت ونقول انا ما عنديش حاجه من الحاجات دي فلو جالي الفيروس يبقى انا مطمن. هقول له لا، احنا عندنا دلوقتي في مشكله ان هو في حاجه اسمها متلازمه ما بعد الكوفيد، اللي هي يعني المريض بيخف من الكورونا ولكن بنتفاجئ احنا كاطباء بنتفاجئ ان المريض بيجي له امراض خطيره ومناعيه وبتاثر على الجهاز العصبي، وفي حالات اثرت على الجهاز الدوره الدمويه للقلب ادت الى فشل جلطات. يعني يا دكتور ممكن يكون من ضمن ما بعد كورونا؟
من ضمن مضاعفاته طبعا وجود جلطات في الشريان الرئوي، ودي رفضناها في الموجه الاولانيه والثانيه. انما الاخطر منها طبعا ان هو بيؤدي الى هبوط بيؤدي الى هبوط في عضله القلب، وممكن تؤدي الى شلل زي ما شفنا حالات كلها في بعض الحالات جالها شلل تصاعدي اللي هو جوليان باري سندروم اللي هو الشلل التصاعدي ده، بيبقى مضاعفات الفيروس في ناس صحتها سليمه ما كانش بتعاني من اي امراض. طب انا عايزه اسالك يا دكتور على موقف الرئيس الامريكي جو بايدن ودعوته من اجل الحصول على جرعه تعزيزيه بالتزامن مع ظهور هذه الطفره الجديده من كورونا، هل العالم يعني بيتعامل بشكل مختلف مع هذه الطفره تحديدا؟ هو بصي حضرتك حتى الان احنا بنمشي طبعا التوصيات منظمه الصحه العالميه هي اللي قالت ان التطعيمات اللي اتخذت في الفتره اللي فاتت حتى الان مسيطره على الفيروس، مفيش حالات يعني خطيره حصلت منه لدرجه ان احنا ممكن نستدعي ان احنا ندي جرعه ثانيه من التطعيمات. ولكن طبعا ممكن يكون هم شايفين ان الحالات بدات تظهر عندهم اكثر، احنا يمكن لسه يعني الحالات عندنا ما يعني اول حالتين ظهروا النهارده من كام يوم، لكن هم عندهم هو موضوع من شهر ابريل في حالات كثيره موجوده في انجلترا وامريكا، فممكن يكون هم بدأوا يلاحظوا ان بدأ يحصل مشاكل يعني بناء على مدى انتشار الفيروس عندهم بياخدوا الاجراءات. طب ختاما يا دكتور دلوقتي نصيحتك للناس في هذا التوقيت تحديدا، وهل لو حد عايز ياخد جرعه تعزيزيه بيقدر من خلال يعني ايه الاماكن اللي ياخد برضو منها الجرعه نفكر الناس مره ثانيه؟ النصيحه الاولانيه، اولا انا رايي دلوقتي حتى اي حد بيسالني من المرضى بتوعي بسالهم اولا نتجنب اليومين الجايين دول، نتجنب الاماكن المزدحمه، لو مضطرين ننزل انا انصح الناس دلوقتي ان هم يلبسوا الكمامه وقايه من الفيروس عشان ما نخشش في مضاعفاته او زي ما قلنا متلازمه ما بعد الكوفيد. لان المريض يجي له الكوفيد احنا ما نعرفش هيمشي ازاي، هي بنسبه كبيره حتى الان الحمد لله الحاله مقيمه، ولكن احنا ما بنضمنش الايام الجايه، فزي ما احنا بنقول الوقايه خير من العلاج، نتجنب الاماكن المزدحمه، التهويه الكويسه، نلبس الكمامات. اماكن التطعيمات طبعا وزاره الصحه محددها في كل الاماكن، يعني ممكن الاشخاص يروحوا يطلبوا التطعيمات زي ما موجوده، يعني احنا كنا شايفينها في محطات المترو، يمكن دلوقتي بقت مراكز الصحيه بعد قله الحده بتاعت الفيروس الايام اللي فاتت، فاعتقد دلوقتي في المراكز الصحيه هتبقى موجوده التطعيمات كامله مجهزه. تمام، انا بشكرك جدا يا دكتور. دكتور مصطفى شوقي استشاري امراض الصدر والحساسيه والرعايه المركزه بجامعه عين شمس. ومن الطفرة الجديدة في فيروس كورونا خلينا نروح لاكتشاف بترول جديد عندنا في مصر تحديدا في خليج السويس. أعلنت وزارة البترول إن احنا حققنا كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم طويلة غرب خليج السويس. المستفاد من هذا الموضوع ان احنا يعني هنبدا نستفاد بيه في الانتاج، انتاج البترول عندنا في مصر بمعدل بيزيد على 2500 برميل يوميا. يعني هذا الكشف الجديد هنستفاد بيه في انتاج البترول عندنا في مصر بحوالي 2500 برميل يوميا. الوزارة وضحت في بيانها أنه تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، وتم تركيبها مؤخرا في حقل شمال جيسوم الشمالي، وتم وضع البئر زي ما قلنا بنجاح على الإنتاج بمعدل بيزيد على 2500 برميل يوميا. يمكن كنا دايما بنسمع عن اكتشافات ليها علاقة بالغاز، النهاردة بنسمع عن اكتشاف ليه علاقة بإنتاجنا من البترول. الحقيقة سعادة إن احنا بنتوسع في اكتشافاتنا، وإن الدولة بتصب جهود كبيرة جدا في هذا الملف، واللي بكل تأكيد ليه أهمية كبيرة خاصة في الوقت الحالي، في وقت بنتكلم فيه على أزمات عالمية، بنتكلم فيه على ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم وتغيرات يعني بتحصل في اتجاهات مختلفة، فاحنا الحقيقة كان لازم نشير لهذا الخبر ولهذا الكشف الجديد في خليج السويس. تنسيق المرحلة الثانية خلاص رسميا بيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات،
بنفكر حضراتكم بأن كان التنسيق انطلق من يوم 15 وصولا لحد يوم 20، كان الطلبة بيسجلوا فيه طبعا الكليات على الموقع الخاص بالتنسيق. مكتب التنسيق بيعلن عن مراحل تقليل الاغتراب هتكون بتبدأ من يوم 24 أغسطس، يعني كمان يومين تحديدا. أي حد جاله كلية أو جامعة بعيدة عن مكانه بيعمل حاجة اسمها تقليل اغتراب، من خلال هذا الإجراء يقدر أن هو يقلل أكتر من المسافات، يعني اللي هو بعيد بقى عن الجامعة، محافظة تانية، كل الكلام ده بياخد خطوات فيه من خلال موضوع تقليل الاغتراب. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن كيف يتم تقليل الاغتراب وشروط هذا الموضوع من خلال العرض التالي. نختم مع حضراتكم أخبارنا بخبر يعني بيحصل على الساحة الدولية بينشغل به العالم في الفترة الحالية بشكل كبير، وهو انطلاق قمة بريكس. تجمع البريكس هو تجمع اقتصادي بيسعى لفكرة أن ما يكونش فيه مزيد من هيمنة العملة الأمريكية الدولار الأمريكي، وأن يكون فيه تشكلات أو تشكيل قوة سياسية واقتصادية جديدة على مستوى العالم. انطلقت القمة في جنوب أفريقيا تحديدا في مدينة جوهانسبرغ في دورتها 15 بحضور عدد كبير من قادة وزعماء الدول، وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس. كان سبق وقلنا ليه بوتين ما ينفعش يشارك بالحضور بنفسه في هذه القمة، علشان يعني يرفع الحرج عن دولة جنوب أفريقيا في فكرة أنه ممكن يتم إلقاء القبض عليه نتيجة يعني بعض الإجراءات. المهم أن انطلقت القمة النهاردة ومستمرة لمدة يومين كمان، يعني بترتكز محاور هذه القمة بشكل كبير على أن احنا بنسعى أن يكون في مزيد من انضمام دول أخرى لهذا التجمع، وأن يكون في إطلاق لعملة مشتركة تتعامل بها هذه الدول. لو هنقول كده عن من هم أعضاء تجمع البريكس، فإحنا بنتكلم في البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، ودي دول اقتصادها لوحده بيشكل حوالي 26% من اقتصاد العالم، فبنتكلم تقريبا في ربع اقتصاد العالم مكون من هذه الدول. زي ما قلنا القمة بتناقش يعني موضوع العملة المشتركة، ان يكون في عملة بيتم الاتفاق عليها تكون عملة بقى للتبادل التجاري ما بين هذه الدول، وبالتالي بنقول ان مش هيكون في مزيد من التعامل بالدولار الامريكي. بتسعى القمة الحالية ان هي تبحث عملية توسيع عضويتها، يعني يكون في دول بتنضم لتجمع البريكس. مصر يمكن من اول الدول اللي بتسعى ان هي تكون يعني داخل هذا التجمع، وبنتكلم كمان في 23 دولة اخرى، يمكن ابرزهم ايضا اندونيسيا والمملكة العربية السعودية. فاذا احنا بصدد اكيد اجراءات مختلفة، قرارات مهمة من هذا أو من هذه القمة
في هذا التوقيت تحديدا اللي بنتكلم فيه على وجود الأزمة الروسية الأوكرانية، بنتكلم فيه على عقوبات بتوقع على روسيا في هذا التوقيت، بنتكلم فيه على أزمة ليها علاقة بتداول القمح والحبوب على مستوى العالم بعد تعليق روسيا مشاركتها في اتفاقية الحبوب، فبكل تأكيد قمة مهمة وفي توقيت استثنائي. نتكلم بتفاصيل أكتر، ومعانا على التليفون الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. كيف ترى يعني انطلاق قمة البريكس في هذا التوقيت في ظل يعني التصاعد في العديد من الأزمات، يمكن أبرزهم أزمة روسيا وأوكرانيا، الاقتصاد العالمي اقتصاد غير مستقر، حضرتك شايف إزاي قمة البريكس في هذا الوقت؟ هو بالتأكيد طبعا قمة مجموعة البريكس هيكون لها انعكاسات إيجابية، خاصة في ظل التوترات اللي بيشهدها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على الاقتصاديات. أيضا فكرة الاستمرار من الولايات المتحدة الأمريكية في التوحش والتوغل على مستوى الاقتصاديات، وده أثر بشكل كبير جدا على أداء الاقتصاديات الناشئة. فأنا بشوف أن القمة هيكون لها انعكاسات إيجابية في تحقيق التوازن بشكل كبير جدا في مؤشرات الاقتصادية بشكل كبير، وهي بالفعل نجحت خلال الفترة الأخيرة في دعم الاقتصاديات خاصة بالدول الكبرى الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. أعتقد هيكون لها انعكاسات على تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية خلال الفترة المقبلة. طيب حضرتك شايف ايه ممكن تكون شكل مخرجات هذه القمه؟ هل من المتوقع يكون في اتفاق على عمله مشتركه، ويكون ده يمكن من اهم القرارات اللي ستخرج عن تجمع الزعماء ورؤساء هذه الدول، ام ان خطوه زي دي مش هتخرج يعني بهذه السهوله؟ بالتاكيد طبعا هو الهدف الاستراتيجي من مجموعه البريكس هو انشاء عمله موحده خاصه. الفتره الاخيره كان هناك طلب كبير جدا على الدولار، وده اثر على الدول الناشئه. اعتقد ان هي الصين سيكون عندها اصرار في تحقيق زياده حجم التبادل التجاري بسبب الفتره القادمه بسبب انشاء عمله موحده، وانشاء عمله موحده خلينا اقول لك ان هو هيعزز فكره التجاره البينيه وتسهيل كافه حركه التبادل بين الدول بشكل مختلف، وايضا توسيع اطراف الاستثمار. اعتقد ان مجموعه البريكس هي لها اهداف التنميه في الدول الناميه والاقتصاديات الناشئه، فبالتالي هو هدفها الرئيسي هو زياده فرص النمو الاقتصادي المستدام خلال الفتره المقبله. واحنا شايفين طبعا ان الصين اهم اقتصاديات في العالم ولديها العديد من المقاومات الاقتصاديه التي ستجعلها احد اهم الاقتصاديات في العالم، لانها تمتلك موارد مهمه وتمتلك المواد الخام بشكل كبير جدا. ففكره انشاء عمله موحده ده هيفيد كافه الاطراف بشكل كبير. ايضا الهدف الاخر هو تعزيز القوة السياسية بشكل كبير من خلال تحقيق التوازن في موازين القوى الاقتصادية القادمة بشكل كبير. طيب ارجع مرة تاني لنقطة العملة الموحدة او العملة المشتركة، هل من الممكن تكون هذه العملة هي اليوان الصيني ام الروبل الروسي ام عملة جديدة ستخرج عن هذا التجمع؟ من الممكن طبعا ان يكون اليوان الصيني على راس العملات الجديده، وممكن يكون في عمله موحده يتم انشائها تكون هي عمله البريكس، وده يعني هيفيد فكره الاستثمارات وفكره توطيد العلاقات التجاريه وربطها مع بعض. فبالتالي انا بشوف الهدف هو تقليل الطلب على الدولار خلال الفتره القادمه، فكره الاستمرار في السيطره والهيمنه من الدولار على اقتصاد العالم اعتقد لن تتكرر مره اخرى، وسيكون هناك عمله جديده صاعده هدفها هو تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصاديه، تحقيق التوازن في مؤشر الاسعار زي ما بنشوف الفتره الاخيره مدى استخدام الدولار في زياده الاسعار بشكل كبير وتاثيره على معدلات التضخم.
لو هنتكلم على وضع الدولار حاليا عالميا، خاصة بالتزامن مع سلسلة تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الأمريكية، واحنا شايفين في نفس الوقت انعقاد قمة البريكس اللي بتسعى ايضا لتقليل هيمنة الدولار، ما وضع الدولار حاليا يا دكتور على مستوى العالم وتأثيره ايضا على الاقتصاد العالمي؟ في الحقيقة يعني هو الاقتصاد الأمريكي بشكل عام بيشهد العديد من التقلبات الداخلية، وهناك تأثر كبير بسبب الأزمات الأخيرة والصراعات وتحقيق لمعدلات اقتصادية سالبة، وفي محاولة من الفدرال الأمريكي بالاستمرار في رفع الفايدة خلال الفترة الأخيرة، وده من أجل يعني محاولة لتحقيق التوازن في المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستثمارات. الاقتصاد الأمريكي يعاني بسبب الصراعات التي تخلقها الولايات المتحدة الأمريكية وفرض العقبات مع العديد من الدول بشكل كبير، خاصة الصين. فكرة قطع العلاقات مع الصين، الخاسر الأكبر في تلك العلاقات هو الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هناك تأثير بشكل كبير. لكن أعتقد الفترة القادمة ستتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى انخفاض أسعار الفايدة لمحاولة للحفاظ على معدل التضخم اللي ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية. لكن الصين أيضا من مجموعة البريكس بتحاول إنشاء بنك يوازي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وده أيضا هيكون ليه دور مهم جدا في فكرة محاربة القروض التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، وده هيفيد دول الأعضاء التي تنضم إلى مجموعة البريكس خلال الفترة المقبلة. تمام، إذن إحنا أمام قمة استثنائية وفي توقيت أيضا استثنائي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي. قبل ما نطلع فاصل خلينا ناخد بعض من تعليقات حضراتكم على سؤال حلقتنا واللي علاقة بفقرتنا الرئيسية، موضوع البونة في مصر وقرار إيقاف البونة خلال الفترة اللي فاتت، هل شايفينه كان قرار إيجابي أم هو قرار سلبي وتأثيره كان عامل إزاي؟ جميلة مهدي بتقول مع وضد، لأن ممكن تسبب نسب بطالة، فكرة إيقاف البونة سببت مثلا نسب بطالة وكمان عجز في العقارات، يعني هي ما بين أن هي مع ما بين أن هي ضد. كرم نيكولا بيقول كمان عدم البونة قطع عيش ناس كتير أو قطع عيش ناس كتير جدا وخرب بيوت ناس، افتحوا البونة. دي دعوة يعني من أستاذ كرم علشان يكون في عودة مرة تاني للبونة في مصر. سارة كمان بتأكد على نفس الموضوع إن هم عايزين يفتحوا البونة، وبتقول الناس اللي عندها أراضي ومش عارفة تبني دور علشان تقعد فيه تعمل إيه. فإحنا شايفين وجهة نظر بتؤيد فكرة عودة البونة في مصر، وإن الموضوع كان ليه تأثيرات قد تكون سلبية على بعض المواطنين المصريين. برضو اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات على الصورة الخاصة بالبرنامج. بكده نكون وصلنا لختام فقرتنا الإخبارية، لكن حلقتنا لسه مكملة. بعد الفاصل هنتكلم عن الكارت الموحد أو بديل بطاقة التموين، إيه الكارت ده ومين المستفيد بيه وما موقف الناس اللي يعني متعودة تصرف ببطاقة التموين، تعمل إيه علشان يستمر عندها صرف التموين من غير ما يكون في أي عطلة. بعد الفاصل معنا تفاصيل أكتر، استنونا.